مرحبا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد. هنتكلم النهارده عن برج العذراء الاسبوع الثالث من شهر مايو 2023. النهارده هنتكلم عن اهم الحركات الفلكيه اللي هتحصل وتاثيرها على برج العذراء. استنوا فيديو تاني نتكلم عن كل الابراج لشهر مايو 2023 الاسبوع الثالث. عايزه اشكر مواليد برج العذراء لان انتوا البرج الاعلى نسبه مشاهده على الاطلاق. انتوا عندي نمبر 1 يا برج العذراء بلا منافس وبلا منازع، فبجد من كل قلبي ثانك يو. يعني اكتر نسبه واعلى نسبه مشاهده عندي على الاطلاق هم برج العذراء، فعندي استدعاء اعمل لكم كل يوم برج مش هيأس ومش هزهق لان انتوا تستحقوا كده. انا تقريبا برسنتج بتاع برج العذراء عندي 80%، يا ليه برج العقرب يا ليه برج الدلو يا ليه برج الجدي يا ليه برج القوس. القوس ما كانش عندي ناس كتير فرجع عندي ناس كتير. طيب قولوا لي يا برج العذراء هاو واز يور ماي، يعني اخبار شهر مايو ايه؟ انا شهر مايو كان بالنسبه لي انا كرشا ومراد وانا كبرج العذراء استغفر الله العظيم يا رب والله العظيم الحمد لله ان انا عديت اول 15 يوم من شهر مايو. بصراحه كانوا كبسين جدا عليا نفسيا وعليا صحيا وحاجات كتيره. قولوا لي بقى تحبوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر مايو، وقولوا لي بتحبوا نتكلم عن الطاقه الاسبوعيه واليوميه ولا لا. قولوا لي بتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه وبتابعوني من بلد ايه، ولو بتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك تشجيع للشانل عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من المتابعين، ولو من بره مصر بليز تعملوا لايك للفيديو. طيب برج العذراء انت عديت الجزء الصعب لان الفتره اللي فاتت كان في تراجع لكوكب عطارد وده الكوكب الحاكم ليك انت وبرج الجوزاء. فبرج الجوزاء وبرج العذراء انتوا عديتوا 15 يوم صعبين جدا جدا، فمن اول النهارده عطارد هيبدا من مره ثانيه في حركه في التقدم اخيرا في برج الثور، وده هيأثر عليك عمليا ومهنيا وطاقيا بشكل حلو جدا جدا. يعني انت الفتره اللي فاتت كان عندك مشاكل في العمل، الدنيا كانت واقفه، كان عندك صعوبات، كان عندك خناقات، كان عندك تكدس اعمال، فتراجع عطارد كان مأثر عليك بطريقه سلبيه. فخلاص يا جماعه بعد تقدم عطارد انطلقوا يا برج العذراء، يعني هتحسوا براحه وانفراجات وطاقه حلوه جدا جدا جدا. طيب فالنهارده كمان القمر موجود في برج الحمل، فده بيديك شغل كتير يا برج العذراء، او ممكن تحس ان وراك حاجات كتيره، وراك شغل كتير، عندك حركه، مطلوب منك حركه كتير جدا جدا. فالنهارده وبكره لحد الساعه 3 العصر القمر موجود في برج الحمل، فمطلوب منك ان انت سوري وبكره وبعده كمان يوم الاربعاء لحد الساعه 3 العصر القمر موجود، يعني 15 و16 و17 لحد الساعه 3 العصر القمر موجود في برج الحمل، فده بيت المال عندك. بس انت عندك شغل كتير، عندك مطلوب منك حركه كتير، عندك يعني ممكن يجي لك فلوس حلوه، ممكن يبقى عندك يا اما صرف فلوس كتيره بند الصرف يا اما في حاجه ليها علاقه بفلوس. فانا عايزاكم يا برج العذراء تخلوا بالكم كويس جدا جدا يا برج العذراء من اي حاجه ليها علاقه، يعني عندكم مناقشات حاده، ميتنجز، عندكم حركه، في حركه فيها او شغل كتير قوي، حاجه ليها علاقه بالعمل. فعايزاك تركز يا برج العذراء ويبقى عندك اللي هو بقى انت مركز وعارف انت عايز ايه وعارف انت رايح فين في الشغل. ركز كويس جدا الثلاث ايام، بلاش تضيع فيهم وقت، ركز لان في حركه في العمل كتير جدا، في مناقشات حاده، في زي ديسكشنز، زي ميتنجز، زي حاجات لازم تاخد قرارات فيها. بس عندك بدايات جديده وبدايات حلوه جدا، وخاصه تقدم عطارد هيفيدك بطريقه ايجابيه لان عطارد ده الكوكب الحاكم بتاعك، فهيتقدم في برج الثور، فده بيساعدك في العمل، بيساعدك في حاجات كثيره جدا. علاقاتك هتكون كويسه جدا جدا في العمل، لو كان في مشاكل في العمل هتبدا تحلها. عندكم ممكن تبتدي تفكر تبتدي شراكه جديده، تدخل في شراكه جديده، نيو بروجكت، مشروع جديد، ممكن يكون عندك تفكير في حاجات كده. في فلوس جايه لك يا برج العذراء، ممكن حد يفاجئك بفلوس، فلوس ما كنتش متوقعها تدخل لك، عندك فلوس غير متوقعه، وخاصه برج العذراء مديون جدا الفتره اللي فاتت. قولوا لي برج العذراء فعلا هل انتم مديونين او الفتره اللي فاتت عندكم ديون كتير ولا لا؟ طيب بس شايفه ان انت ان هو ثلاث ايام فيهم شغل كتير بس حلوين، ما فيهمش حاجه مكركبه، ما فيهوش حاجه صعبه، ما فيهوش حاجه مخيفه. بس الخبر الحلو جدا جدا ليك يا برج العذراء ان يوم 16 مايو المشتري كوكب الحظوظ السعيده هيتنقل من برج الحمل اللي كان موجود في بيت المال عندك لبرج الثور، وده بيت الحظ بتاعك وبيت السفر، فلمده سنه كامله او اكتر من سنه هتنقل من اول يوم 16 مايو ايار 2023 لحد يوم اعتقد 26 مايو 2024، فلمده سنه
المشتري كوكب الحظوظ السعيدة موجود في برجك، في برج الثور قصدي، وده برج صديق وبرج داعم ليك، موجود في بيت الحظ بتاعك وموجود في بيت السفر. يعني برج العذراء عندكم لا محال فرص جايلكم من سفر، او فلوس جايلكم من سفر، او حب جاي من سفر، او شخص جاي من سفر. في سفر في حياتك يا برج العذراء، في تغييرات، في انتقالات، فهيأثر عليكم بطريقة ايجابية جدا، بطريقة حلوة قوي يا برج العذراء. فده برضو ليه تأثير قوي جدا جدا من يعني بكرة الساعة 8 بالليل، النهاردة 15، بكرة 16 الساعة 8 بالليل هينتقل المشتري علشان يدعمك، علشان يقدم لك سنة مليئة بالحظوظ، سنة مليئة بالفرص، سنة مليئة بفرص السفر أو فرص عمل هتجيلك عن طريق سفر. فاستعد يا برج العذراء. طيب يبقى الثلاث أيام اللي هو 15 16 17 في شغل كتير، في ممكن تحس إن أنت في نباد مود يا برج العذراء، شوية متوتر، مضغوط، عندك ضغط كتير جدا جدا، ممكن يبقى عندك خزلان في ناس انت بتحبهم، يعني شويه ممكن تتخزل كده، اللي هو ناس تزعلك، ناس تضايقك، ممكن اصدقاء، ممكن ناس بتحبهم، ناس قريبه منك، ممكن حبيب بتاعك، في حد يعني هيزعلك، يعني ممكن تزعل شويه برج العذراء في الثلاث ايام دول. ممكن تحس ان انت وحيد، ممكن تحس بالصدمه كده ان انت مصدوم في ناس، ممكن تحس ان انت مش عايز تخرج، عايز تبقى متوحد. طب بذمتكم يا برج العذراء النهارده انت كنت متوحد كده ومش عايز تخرج، مالكش مزاج تعمل اي حاجه، وحاسس ان انت مصدوم في ناس كتير وزعلان كده ومتضايق ولا لا؟ طيب شكرا لكل الناس اللي بتكتب لي كلام حلو جدا جدا. طيب يبقى احنا 15 و16 بالرغم من ان في حدثين قويين فيك، بس انت عندك شغل. القمر موجود في برج الحمل، القمر هينتقل من برج الحمل لبرج الثور الصديق ليك من يوم 17 الساعة 3 ظهرا بتوقيت القاهرة. فمن يوم من نص بقى يوم الاربع وخميس وجمعة عندك 3 ايام ولا اربع ولا اجمل، مبسوط فيهم، فرحان فيهم، حاسس بطاقة راحة نفسية، بطاقة انجاز، بتشتغل على حاجة بتحبها، امنية بتتحقق لك، بتسمع خبر حلو، حد بيعمل لك مكالمة بتسعدك، حد عندك مصالحات. فشايفة ان كمان على فكرة يوم 19 احنا قلنا اللي هو 17 و 18 و 19 18 19 19 في ولاده قمر جديد في برج الثور، او نيو مود في برج الثور. ده بيديك بدايات جديده، بدايه مشروع جديد، بدايه فكره جديده، بس انتوا الاثنين بدايه مشروع جديد. فعندك يعني القمر، يعني القمر موجود في برج الثور والمشتري موجود في برج الثور والشمس موجوده، يعني يومين مميزين جدا. يعني يوم 18 17 نص اليوم 18 19 3 ايام عندك حاجه حلوه قوي هتحصل فيهم، خبر حلو هتسمعه، تسمع امنيه هتتحقق لك، حاجه كان نفسك فيها توصل لها، مشروع جديد كان نفسك تبتدي فيها تبتدي فيه، تسمع حاجه كان نفسك حبيب ليك كان مخاصمك يقول لك كلمه حلوه. وكمان في كام بص، الشمس في الثور، القمر في الثور، اورانوس في الثور، المشتري في الثور، يعني يا هناك يا سعدك يا كل حاجه حلوه. طيب قولوا لي يا جماعه انتوا فعلا النهارده كنتوا حاسين انتوا اوت اوف ذا مود ولا لا؟ يعني قولوا لي انتوا اوت اوف ذا مود ولا لا. الحاجه الثانيه برضو اللي ممكن تحصل يوم، اللي هتحصل بقول ممكن يوم 20 ان شاء الله باذن الله، هو انتقال كوكب المريخ الناري الى برج الاسد الناري، ودي كومباينيشن كويسه، لان المريخ لما بيدخل برج الاسد وده ناري وطبيعته ناريه، فبيبقى فيه تناغم كده، في حركه، تناغم كوني لطيف. فيوم برضو من يعني احنا عندنا يوم 19 يوم 20 المريخ بينتقل الى برج الاسد الناري بعد ما كان موجود في برج السرطان. طيب فبرج العذراء الحاجه اللي انا عايزه اقولها ان عندكم بدايه جديده، بدايات جديده في يوم، لان يوم 19 في نيو مون في برج الثور ده بيديك بدايه جديده، ممكن تكون بدايه مثلا حاجه جديده كان نفسك تبدي، صفه جديده كان نفسك تكتسبها، ممكن تغير حاجات في نفسك، ممكن تنوي على حاجات جديده. فاكثروا من النوايا، اعملوا لو اوف اتراكشن يوم 19 ده، اكتبوا نواياكم على ورق الغار واستعدوا لاستقبال حاجه جديده، ركزوا طاقتكم، طاقه اليوم الطاقي ده طاقه بدايات جديده، نيو مون دايما بتبقى فرصه لبدايات جديده، تحرر من طاقة سلبية، تكتسب عادات جديدة، تتعلم حاجات جديدة، تقرر قرارات مصيرية مهمة، مشاكل هتخلص منها، صعوبات هتمشي، ممكن يجيلك فلوس حلوة، ممكن تسمع أخبار حلوة، تبتدي بداية حلوة تسعدك، ممكن تكسب قضية، تسمع خبر مالي كويس، يبقى عليك فلوس لحد يقولك مش عايزها، حد كان واخد منك فلوس يرجعها لك، فلوس بترجع لك. فتلات أيام ولا أربعة. بعد كده نيجي بقى ليوم 20 21
القمر هيتنقل لبرج الجوزاء والشمس هتتنقل لبرج الجوزاء يوم 20. ده ممكن بقى ساعتها تحس ان انت طاقتك منخفضه شويه. خلي بالك ما خلي بالك من زعل، حزن، مشكله، حد يقول لك حاجه تضايقك، حد سمعك خبر يزعلك، شويه ممكن تحس ان انت بالقهر كده، انت مقهور من حد، زعلان من حد. بلاش خلافات، بلاش خناقات مع البارتنر بتاعك، بلاش خناقات مع مسؤولين او ذوي سلطه او ناس عندهم يعني ممكن يحصل خلاف في المهنه، ممكن تسمع عن قضيه. فيومين من اول لان الشمس خلاص كانت شمس التور كانت بتدعمك تتحرك لبرج الجوزاء، يبقى الشمس هتتحرك لبرج الجوزاء الهوائي وبتبتدي تدعم الابراج الهوائيه اللي هم الجوزاء والدلو والميزان، وبتدعم الاسد وبتدعم بتدعم الاسد وبتدعم الحمل. هو برج القوس اللي لازم ياخد باله. انا شايفه ان هو اسبوع يعني في اخبار حلوه، يعني ان تقدم عطارد ده عذراء وتور وجوزاء لازم يتبسطوا. المشتري اللي يروح لبرج التور ده بيقولك امشي تقدم يا برج العذراء. طيب تعالوا نتكلم عن برج العذراء والعاطفه. عاطفيا برج العذراء يشعر بالوحده او حاسس بالخذلان او حاسس بالارتباك او حاسس ان كل حلفائك خانوك يا ريتشارد، يعني كان كل الناس اكتشفت. فبرج العذراء الفتره دي كانك هتقرر ان انت تبتدي بدايه جديده، هتقرر ان انت عايز تنسى الشخص اللي بتحبه، ممكن شخص يتخلى عنك، شخص بتحبه يمشي ويسيبك، في زعل، في خصام، في بعد، في بعد غير مفهوم. ممكن يكون البارتنر بتاعك مخاصمك يا برج العذراء، او زعلان منك زعل غير مشروط، او ممكن يكون حد تخلى عنك او حد احرجك، او انت حاسس بان انت زعلان من نفسك، زعلان من البارتنر بتاعك. فالعذراء عاطفيا للاسف ليس الافضل على الاطلاق، يعني عندك طاقه خذلان، طاقه حزن، طاقه وحده، طاقه كان البارتنر بتاعك قالك مش عايز اكمل، انا ماشي وسايبك، انا مش مبسوط، او هو مشي من غير سبب، او اختفى، او عمل جوستنج ده وانت مش فاهم هو عمل ايه. ممكن تشعر، ممكن برج العذراء عندك ازمه ماديه قويه جدا جدا، يعني اعتقد ان كل مواليد برج العذراء ممكن يكون عندك مشكله صحيه او مشكله في العيله، مشكله في العيله بتقرقك، او شخص تخلى عنك، شخص زعل منك، حد كان بيدعمك وبطل يدعمك، في شخص كان بيدعمك يا برج. سلام، ممكن تنده الكلاب اللي عمالين تصوت دي. انا عايزه اقول حاجه لبرج العذراء، انتوا عارفين انتوا بتثقوا فيا صح؟ وقولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا. برج العذراء بيشعر بقله استحقاق، يعني انتوا عندكم قله استحقاق يا برج العذراء، كانك مش عارف قيمه نفسك، كانك فقدت الشعور بقيمه نفسك، فقدت الشغف للحياه، فقدت الشغف للحب، فقدت الشغف. وكان انا عارفه ان برج العذراء نفسيا مش في افضل حالاتك، وماديا كمان مش في افضل احواله، وماديا برج العذراء عنده هبوط مادي، ممكن يكون عليك ديون، ممكن يكون مطلوب منك فلوس اكتر من الفلوس، الحاجات اللي كنت بتحبها بطلت تحبها، ممكن تكون زعلان من اقرب الناس اليك، ممكن يكون في خصام وزعل وبعد وهزيمه، انت تشعر بالهزيمه يا برج العذراء، كانك انت. وللاسف ممكن على فكره برج العذراء في ميزه حلوه قوي، ان انت في عز ما انت مهزوم ومتالم وزعلان وحيد، انت مش بتبين ضعفك، مش بتبين ان انت ضعيف، مش بتبين ان انت ما بتحبش تبين ضعفك يا برج العذراء. فانا شايفه برج العذراء عندك مشاكل كتيره قوي، بس مع تقدم عطارد الحاجات دي هتبدا تتفك شيئا فشيئا. خليكم متفائلين، حاول ان انت تتخلص من الطاقه السلبيه. كمان عندك طاقه حسد، ناس بصلك في حياتك، حاول تبطل تتكلم عن نفسك، قلل كلامك يا برج العذراء. وشايفه ان في صديق هيخونك يا برج العذراء، او صديق هيستغل الكلام انت قلته وينقله ويفضحك، او شايفه ان في شخص ممكن يستغلك ماديا، او شخص يحاول يستغلك ماديا او يستغلك عاطفيا، او شخص يكون بيعمل لك ابتزاز عاطفي يا برج العذراء. احذر من العلاقات اللي هي العلاقات الطياري، او العلاقات اللي هي عارفين انت العلاقات السريعه، العلاقات اللي هي ما تديش مشاعرك، ما تديش حبك، ما تديش اهتمامك لاي شخص لا يستحقك يا برج العذراء. بحبكم جدا جدا يا برج العذراء، انتوا من احسن واعلى نسبه مشاهده في الابراج، وكمان ده برجي انا. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، هديكوا اوبشنز. برج السرطان، برج عملنا العقرب امبارح وعملنا الميزان امبارح، برج السرطان، برج الدلو، برج القوس، عملنا الاسد كمان اول امبارح، والجوزاء عملناه قريب. يبقى الدلو، سرطان، حمل، ممكن حمل كمان، حمل، جدي، تور،
قوس، اختاروا برج من الابراج دي. لو هقول نصيحة أخيرة لبرج العذراء، حب نفسك، ما تقللش من قيمة نفسك، ركز في عملك، ركز في الأولويات بتاعتك، ركز مع عيلتك، ركز مع أهلك، ركز لو عندك مشاكل في العيلة خلي مشاكل العيلة رقم واحد في حياتك. لو شخص باعك أو هجرك ما تجريش وراء برج العذراء، حب نفسك ودور على الناس اللي بتزودك حب، الناس اللي بتديك طاقة حب، مش الناس اللي بتستغلك وتنتهز منك فرص في الحب. Thank you, bye، بحبكم، مع السلامة، أشوفكم.